نبدأ الفيديو وياكم بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا من ريوقنا اليوم وياكم مباشر. ايش رأيكم حبايبي، ايش اخباركم؟ ان شاء الله بخير والسلامة، ربي يوفقكم وبشرونا بالنتائج مالتكم ان شاء الله ناجحين. هنا طبعا سويت بيض لانه ما حد اليوم والله الصراحة مداوم، اثنيناتهم ضاربين الدوام، فسويت لهم ريوق وهاي كل واحد بيضاته لوحده. فهنا سويت الريوق ومو بس هم ريقتهم، لا طبعا الام الحنونة. طبعا انا ما نسيت هماتين البزازين، رحت سويت لهم ريوق وريقتهم لانهن خطيه هماتين مره. طبعا شنو فوائد البزازين؟ طبعا لها فوائد كلش يعني هوايه. اولا هي توخر الكآبه، اثنين تفيد يعني تزيد المناعه عند الاطفال وعند الكبار. وتلاحظون بيتنا ابد ما بي كآبه طول ما البزازين موجوده بي. ما اعرف هي هاي الدراسات اثبتت هذا الشيء والله، مو بيدي انا ما لي شغله، لان دائما هس دائما اقرا عن القطط اشوف شنو السلبيه، لكن ما بيها اي سلبيه، مجرد انها يعني تخرب الاقراض تعبث بيه يعني تكسر المواعين، هاي سلبيتها. بس اما باقي شغلات فهي القطط كلش مفيده. وهذا بشموش والله صار له تقريبا شهرين. تعال تعال هاك، طبعا هذا من انطي الطعام دائما يخرمش يديه، ما يخلي لو من ما نزل يعني شوي يصبر يعني مثل الفيلم. هذا هم ماتين رسل هذا بالشارع هي اللي جابته. تعال هاي هنا بعد ما طعمت البزونات خطيه وهم ماتين هو بيهن ثواب، لان انطي البزازين مالتنا وانطي الذني. انا جاي من يجيبوا مصطفى يجيب وياهم هذين الشغلات، هذا جبن وبسيات يعني مو ما ياكله هناك، جاب وياهم مثلا يعني هذا الصمون الكهربائي اللي انه الحصه مالته ابد ما ياكلها، ما ياكل هاي الامور، وجاب وياهم ماتين لحم. طبعا هذا يعني مسواق يعني من يخلص اللحم مالتنا هم ماتين نجيب، فاستفاد من عنده، اسوي من عنده برياني، اسوي من عنده خلي على المرقه، اسوي من عنده كبه، اسوي من عنده كباب، يعني في صاير ب 22 ألف الكيلو مالته وما أعرف شنو السبب. هاي هنا ماتين سوت من عنده غدا بس ما طل، إما يعني أنتوا تعرفون كل مرة نسوي الغدا. أي هنا بعد ما خلص التصفيط وسويت الغدا دزيت إنه نجيب لي محتاجة دجاجة ومحتاجة بعض الشغلات، فراح كان يقول ما قصرنا فجاب الحصة وياه. اي طبعا شوفوا بنات اقولكم شغلة، اشتروا من ابو الحصة ثانية جاب لي هاي معجون الحصة مالتي شقد، احنا خمسة فينطونا يمكن كم معجونة، اثنين وحدة ويعني صغيرة ما اعرف شقد. المهم جاب لي واشترى لي خمسة، خمسة بيش لا اشترى لي ثلاثة بخمسة الاف. طبعا انا لحد الان صار لي عندي 15 معجونة ضامتها ديهن هماتين ثلاثة على خمسة، وجاب شكر احنا الحصة مالتنا خمسة ليت نشتري بألف ونص، فاشترى لي منه ابو الحصة بكيلو على الف، هم جبنا خمس كيلوات بخمسة الاف. فانتو هنا جاب وياها هماتين من هذا، انا ما ردت من هذا شو اسمه الزاهل، لان انا اجيب الطور ابو الخمسة الاف وكلش يعني هذا زين، في عادي هم قبلت بيهن قبلت بيهن لا ادري راح اشوف. المهم ان هذن يعني هم قبلت بيهن، شو اسوي ارجع اقول لكم يعني زين، هم زينات يعني لانه الرجال خطيه ده يجيبهن ويخلص من عنده بسرعه. ليش؟ لانه هذا الزاهي هماتين زين ابو الالف ابو السياره، بس ما اعرف يعني وين راح اقول لكم مكانه ما ندله. هاي هماتين سوقنا بعض الشغلات، طماطم وتيته، وجاب هذا عدس وشي. بعدين طلعنا هنايا هذا تقريبا هيك مغربيه، هو راح يخلي دهن للسياره طبعا بالكاظميه، واحنا قعدنا لا هنايا وين هي القريعات بالكاظميه طبعا بالقريعات هناك. فهنا المنظر صورت لكم ما اصور لكم اياه يجنن، فكلش عجبني فحبيت يعني اصوره لكم. والله الاماكن الحلوه دائما اصور لكم اياها لان عيونكم حلوه. واللي وصل هنا يا ماتين خلوا يا لايك اذا حب، واذا عجب الفيديو
هسه راح يبدل دهن، راح يجيبوا لنا كاس اثنين ونقعد ونظل نحشحش احنا والكلبه حشاك. بعد ما تجي تعال تعال تعال، هو لا يجيك انا عطش. طبعا هو السالفه مالته اول ما قعدنا وعلى هاي الكراسي فجي خطيه علينا ركض، يعني شلون حيانا، فاحنا يعني شلون تغرب من عندنا كلش، الصراحه اللي عندك كلش كبير، فصارت عندنا شلون يعني انا بالرغم ما اخاف من الحيوانات بس تصير واحد عنده رهبه. المهم بعدين هو من صحوا علي وراح، يعني بعد صحت له ما قبل اجى، يعني كرامته بعد ما تسمح له. ابي يا روحي انت، خلنا نروح انا اتحرش فيه. شو يسوي عنده كرامه. والقران هذا زعل من عدنا لان الغالنا تحيه وما جانا بعد. وهاي بعد ما خلصنا جولتنا بالقراءات الكاظميه، ثاني يوم رحت للسوق. طبعا هاي المدرسه مالت مصطفى، هاي من نايا وهاي المدرسة مالت رسمي، يعني وحدة هن بظهر الثاني، فكنت دائما نقعد هنايا لان يطلعون اخذهم، فهي دائما هي على الطريق مالت السوق، يعني من نروح للسوق هي هذا الطريق مالتنا، سوق الشرطة الرابعة. هاي هنايا صورت لكم هذا الشارع حماتين بعد ما يعني شو اسمه بعد ما زرعوش ما ادري نسوي شو يسمون. المهم رحت للسوق الشارع يسموه هذا شارع الطحين، يعني يباعون به المواد الغذائية، جبت من هناك من هناك هنايا هذا من عنده جوز وش اسمها هاي طرشانة محتاجة، وجبت بهارات همات، يعني ما فوتت لكم هذا المنظر الرهيب يجنن والله، لأن يعني رسل ما أدري ايش اشتريت، يمكن اشتريت لبلبي من يم الولد وأنا قمت أصور من نايم. فمنظر يعني كلش يعني رهيب الصراحة. هاي هنا بعد راح نعبر ونطلع للبيت. طبعا انت شفتوا النحل، دائما من نروح اشتري هاي المواد الغذائية شوف النحل، وراح اشيلكم قصة عن النحل. هاي هنا بعد ما جبت جوز وال والطرشانة، طبعا هذا الجوز كلش مفيد، دهما اني اجيبنه اذا كان هماتين شو اسمه ويا زبيب بعد احسن. واللوز طبعا ذني كلش مفيدات للاطفال للكبار، يفيد يعني الذاكره وينميها. طبعا اني شما اطلع للسوق او اجيبن هذا شو اسمه القى يعني نحل كومة فوق الطحين، كلش هوايه فوق هاي المواد الغذائيه، يعني مو بس ما يقرص الصراحه. ذكرني بأمير النحل، فراح أحكي لكم قصة أمير النحل، هو أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا كان قبل المشركين يربون النحل خلايا كبيرة، يعني كبيرة كلش من النحل، كبيرة قلت يلا عادي مشوا من النحل، فكان عندما يهجمون عليهم المسلمين شلون يخلون هاي النحل يهدوه عليهم، فاللي قروصة اللي يأذونه، فترجع هاي الكتيبة إلى رسول الله، دزهم كتيبة ثانية هم رجعت إلى رسول الله كأنه يقول أنا أريد أن أمير المؤمنين، فدز كتيبة ولكن القائد مالتها كان أمير المؤمنين، فوصل هناك فحلوا هماتين، جاهم النحل هجم عليهم، أثناء الهجوم قرأ أمير المؤمنين رفع يديه وقرأ عليه صورة النحل، فتوقف هاي الخلايا مالت النحل، فبعدين رجع هجما وين على الجيش المشركين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، إذا ماكو معضلة إلا وإلها أمير المؤمنين، سلام الله على أمير المؤمنين، وإن شاء الله شفاته إن يوم الدنيا بالدنيا أو بالآخرة. إيه هنا يا هماتين بديت أنا دا أنظف وياكم بعد ما سمعتوا قصة أمير النحل هو أمير المؤمنين. طبعا هنا هماتين أبدي أنظف دائما لأنه هاي القطط برا، فمن يطب من الحديقة تطلع يعني تراب وشغلات يعني من رجلين، أطلع أكنسلنا مرات لا أغسله، بس مو بينفت يعني لأنهن برا مو دائما أنا يعني أغسلنا، لأنه حتى لا تصير خطية باردة عليهن، فقبل كنت لا أغسله يوميا، بس هسه من طلعت البزازين برا لا ما أغسله يوميا.
هنا تقريبا الفيديو هاي طبعا الورد لعيونكم الحلوة همتين، والفيديو مالتنا طبعا خلاص ان شاء الله ينال اعجابكم، وان شاء الله اعجبكم، احبكم كل شوية مع مليون مليون.